السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سيشن جديد من مجموعة الفورير ترانسفور. النهاردة إن شاء الله هناخد examples على البيزك ديفينيشن الخاص بالفورير ترانسفور. تعالى كده نبدأ بأول example عندنا. أنا عندي جي أوف تي أديها لك كده، بيقول لك إنها بتساوي rectangular تي تاو. يعني إيه الفانكشن ده؟ هي ببساطة خالص الفانكشن دي كده، إن أنا عندي signal اسمها جي أوف تي في التايم، وديت عبارة عن بلس سيجنال. ادي بلس اهيت، مجرد بلس كده، الامبليتيود بتاعها بواحد عشان هنا في واحد، تمام. والعرض بتاعها تاو، يعني من تاو على اتنين الى ماينس تاو على اتنين، بحيث العرض كله كده يبقى تاو، تمام. بيقول لك ايه هي الفريكوانس دومين بتاعها، جي اوف اف بتاعها كده، ايه هي الترددات الموجودة في هذه السيجنال ببساطة خالص، وايه هو الكونتريبيوشن بتاع كل تردد، يعني كل تردد بيساهم بقد ايه في هذه السيجنال. طبعا ده اللي هيبينه لنا الفورير ترانسفورم. نكتب كده الجي اوف اف، القانون بتاعها جي اوف اف عبارة عن انتجريشن من ماينس انفينيتي الى انفينيتي جي اوف تي اكسبوننشال جي 2 باي اف تي، وهنا طبعا في ماينس دي تي، تمام. قلنا عندنا اكتر من اكسبريشن سواء بالاوميجا او بالجي اوميجا، بس ده اللي احنا هنشتغل بيه. ابدا بقى اطبق الاكسبريشن. طبعا عند الانتجريشن من ماينس انفينيتي انفينيتي في التي، طبعا من اول ماينس انفينيتي الى ماينس تاو على 2 دي بصفر، ومن تاو على 2 الى انفينيتي دي بصفر، يبقى الانتجريشن ده هيبقى من ماينس تاو على 2 الى تاو على 2. الجي اوف تي بتاعتي في هذه الانترفال بواحد، يبقى واحد اكسبوننشال ماينس جي 2 باي اف تي دي تي. الانتجريشن طبعا بتاع الاكسبوننشال هو نفس الاكسبوننشال وماينس جي 2 باي اف تي كده، وطبعا هنا في مضروب في مشتقه اللي جوه الاكسبوننشال، يبقى هنقسم بره على ماينس جي 2 باي اف، طبعا كلام انتجريشن، ارجع بقى طبعا للبيزكس في الماس لو انت ما انتش عارف احنا بنعمل ايه. طبعا بنعوض مره بماينس تاو على 2 ومره بتاو على 2. لما نعوض هنعوض مره بتي بتاو على 2 ومره ثانيه بماينس تاو على 2، يبقى الجي اوف اف بتاعتنا ممكن نكتبها على اساس انها 1 على ماينس جي 2 باي اف، مره عوض بتاو على 2 يبقى اكسبوننشال ماينس جي 2 باي اف تاو على 2 ماينس اكسبوننشال جي 2 باي اف تاو على 2. طبعا لما نعوضنا ماينس تاو على 2 فالماينس اللي هنا طيرت الماينس اللي هنا، طبعا الاثنين طارت مع الاثنين والاثنين طارت مع الاثنين. الماينس اللي هنا دهيت ممكن نشيلها وندخلها لجوه، فلو دخلتها لجوه هيبقى ده هتعكس الاشارات، يبقى الجزء ده يعني اكتبها لك تاني عشان ما نلخبطش. يبقى الجي اوف اف عباره عن 1 على 2 جي باي اف في اكسبوننشال جي باي اف تاو ماينس اكسبوننشال ماينس جي باي اف تاو، تمام كده. لو انت خدت ال 2 جي 1 على 2 جي مع ال 2 اكسبوننشال دول هيديك طبعا الايه الساين، لو انت فاكر يعني لو تفتكر كده، ساين اكس بتساوي 1 على 2 جي في اكسبوننشال جي اكس ماينس اكسبوننشال ماينس جي اكس. طبعا الكلام ده من البيزكس بتاعت الماس يعني. يبقى احنا ممكن نكتب الجي اوف اف على اساس انها ساين باي اف تاو على باي اف، طبعا عشان نخلي اللي فوق زي اللي تحت بنقسم تحت على تاو ونضرب هنا في تاو، يبقى احنا ما عملناش حاجه. طبعا الفورمولا دي معروفه اللي هي ايه، اللي هي السينك، اللي هي جي اوف اف تساوي تاو سينك باي اف تاو.
لغايه هنا احنا ما عملناش حاجه، كل اللي احنا بنعمله بنعوض باكسبريشنز في الماس اللي ممكن يعمل الكلام ده اي طالب في هاي سكول، ما فيش مشكله يعني. انما احنا بالنسبه لنا كانجينير ايه بقى معنى الكلام ده يعني دلوقتي؟ ده السؤال. تعالى كده نرسم الاي جي اوف اف دي كده ونشوف. ادي لو جينا رسمنا كده، ادي كده الاي جي اوف اف. خد بالك هنا الاي جي اوف اف هنا ده ريال، يعني طلع لك جزء ريال ما عندكش كومبلكس، ودي حاله خاصه مش ده الحاله العامه، لان اتفقنا في الفوريير ترانسفورم الحاله العامه بتطلع الجي اوف اف دي كومبلكس. دلوقتي الجي اوف اف ريال، فانا ممكن ارسمها على محور واحد عادي ما عنديش مشكله. لو جيت رسمتها هتديك داله السينك، وداله السينك معروفه بالمنظر ده كده بتاعها، تمام؟ او انت ممكن ترسمها على مريتين لو انت حبيت ترسمها على مريتين. ممكن ترسم زي ما انت متعود بقى، ترسم جي اوف اف از ا مودلس مع الاف، فهتديك رسمه السينك بس انت رسم مودلس، فهتديك الرسمه دي كده تمام. والفيز عايز ترسمها الفيز سيتا اف مع الاف، طبعا في الجزء ده هنا بوزيتيف، الاشاره عندي بوزيتيف، فهيبقى الفيز عندي بصفر، ما عنديش حاجه هنا، الاجزاء دي بصفر، الاجزاء دي بالنيجاتيف. طالما بالنيجاتيف يبقى عندي فيز بكام؟ فيز بباي، يبقى انا عندي هنا في هنا باي كده، وادي الناحيه الثانيه هنا في باي كده بالمنظر ده، يبقى الفيز بباي، بعد كده بصفر تاني، بعد كده باي، وهكذا. ده كده ليه لو انت رسمتها كماجنتيود وفيز، او لو انت رسمتها يعني از وان بارامتر جي اف على اساس ان هو ريال نمبر، فالماينس والنيجاتيف بيبانوا على رسم عادي مفيش مشكله. طيب دلوقتي بقى عايزين يعني نفهم شويه تفاصيل، وده اللي يهمنا اكتر، ان احنا نفهم معنى الكلام ده ايه از انجينير. اولا النقطه دي كام؟ النقطه ده هي كده، النقطه دي كام؟ النقطه دي لو انت جيت شفتها، النقطه دي بصفر، دي صفر، اللي جي اوف اف بتاعتي بصفر. امتى الكلام ده يبقى بصفر؟ الكلام ده يبقى بصفر لما تكون الساين بصفر. الساين بصفر يعني لما تكون باي اف تاو بباي، لان ساين باي بزيرو، يبقى الترم اللي جوه ده كله لو بباي هيبقى الناتج هيديك صفر. يبقى في هذه الحاله باي هتروح مع الباي، يبقى الاف هتساوي واحد على تاو، يبقى الاف بتاعتي بتساوي واحد على تاو، يبقى النقطه دهيت كده واحد على تاو، وهنا ماينس واحد على تاو، وتبقى النقاط دي كده اتنين على تاو، دي كده ماينس تو على تاو، وهكذا يعني. طيب نفهم كده من كده ايه بقى؟ ان ما كل ما تاو تزيد، كل ما تاو تزيد يعني ايه؟ يعني السيجنال في التايم دومين هتزيد، العرض البوص بتاعك هيزيد، هيحصل لك ايه في الفريكوانسي؟ الفريكوانسي بتاعها هيحصل له شرينك، يعني واحد على تاو ده هيقل، واحد على تاو ده هيقل لدرجه ان هو يقترب من الصفر جدا اذا كانت التاو بتاعتك بالملا نهايه. تمام؟ يبقى دي اول حاجه نعرفها ونلاحظها، ان السيجنال بتاعتك في التايم لو حصل لها، وانا مش لاقي سبيس ارسم عليها معلش، لو حصل لها انها على العرض بتاعها زاد في التايم، فهي في الفريكوانسي هتقل، هتلاقي كده الجي اوف تي العرض بتاعها قل معاك في الفريكوانسي. لو في التايم العرض بتاعها قل كده بقت قل، هتلاقيها في الفريكوانسي زادت معاك وبقت عامله كده بالصوره دي. طيب الحاجة التانية اللي نتعلمها ايه من الرسمة دهيت او من الاكزامبل ده؟ ان انا عشان ابعت بلس، مجرد بلس وحيدة بالمنظر اللي انت شايفه ده كده، انا محتاج قد ايه من الترددات؟ السيجنال دي فيها ايه من الترددات؟ فيها عدد لا نهائي من الترددات زي ما انت شايفه. الفريكوانسيز بتاعتك اهيت ماشية للماينس انفينيتي، وهنا ماشية للايه؟ للانفينيتي. تمام كده؟ فانت عايز باندويتس تكون انفينيتي، لان السيجنال دهيت فيها عدد لا نهائي من الترددات، مع ان انت شايف قدامك في التايم دومين مجرد بلس بسيطه خالص، انما في الفريكوانسي لا، دي قصه يعني فيها عدد لا نهائي من الترددات. تمام؟ طب انت عشان تبعت السيجنال دهيت، هل فيه تشانل الباندويتس بتاعتها ما لا نهايه؟ لا مفيش. يعني مره ثانيه ادي البلس اهيت، لو انا عايز ابعت بلس دي على تشانل في الكوميونيكيشن، قال لي عندي كوميونيكيشن تشانل، هل في تشانل الباندويتس بتاعتها بما لا نهايه؟ لا طبعا. فانت عشان تبعت البلس دهيت على اي تشانل
تقريبا هيديك ديستورشن somehow. طبعا الديستورشن ده انت مش بتشوفه يعني، هتديك بلس بالصوره دي برضك، بس هتلاقي فيه كايند اوف يعني فيري سمول ديستورشن كده انت مش هتشوفه. الديستورشن ده هيجي منين؟ هيجي انك انت بتعدي الهارمونكس العاليه، طبعا انا قسمت الماجنتيود دلوقتي، والهارمونكس اللي بعد كده مش بتعدي، فطالما ما عدتش الباقي يبقى هتعمل لك ديستورشن في التايم دومين، بس الديستورشن ده هيبقى نيجليجيبل يعني هيبقى حاجه مهمله لو كل ما هتكبر في الباند اللي انت هتاخده. طبعا كل المعلومات دي كلها احنا عرفناها من الفريكوانسي دومين، ما التايم دومين ما قاليش. طيب اقل باندويتس انا مسموح لي ان انا ابعد عليها، ايه هي اقل باندويتس؟ اقل باندويتس اللي هي هتاخد الميل لوب، الميل لوب بتاعك ده، يعني لو انت بعت الميل لوب ده هوت، يبقى انت تقريبا في التايم دومين هتاخد، طبعا مش هتاخد نفس السيجنال، ولكن هتاخد سيجنال قريبه جدا لها، يعني هتاخد حاجه قريبه جدا لها، مش نفس السيجنال طبعا، في ديستورشن، بس الديستورشن يكاد يكون يعني مهمل او مقبول لان انت خدت الايه، خدت الميل لوب ده. اقل باندويتس انت ممكن تشتغل عليه. فطبعا هشتغل على باندويتس قد ايه، والسيجنال دي فيها ترددات ايه، والكلام ده كله طبعا اللي بيجاوبني على الاسئله زي ما انت شايف هو ايه الفريكوانسي دومين. من غير المعلومات في الفريكوانسي احنا ما كناش عرفنا اي حاجه من الكلام اللي احنا قلناه دهوت. طيب تعال نشوف مثال بعد كده تاني. لو انا عندي جي اوف تي كده بتساوي دلتا تي، مجرد امبلس كده، ادي الجي اوف تي وادي امبلس كده، فالامبلس ده هي يعني ايه التحويله بتاعتها في الفريكوانس دومين؟ هنيجي نطبق الاكسبريشن عادي خالص زي ما احنا شغالين، ان الجي اوف اف بتاعتك هي عباره عن انتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي، جي اوف تي اكسبوننشال ماينس جي تو باي اف تي دي تي. تمام، هنا عندك انتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي، الجي اوف تي بتاعتك دلتا تي اكسبوننشال ماينس جي تو باي اف تي دي تي. طبعا احنا عارفين من خواص الدلتا دي دلتا فانكشن، ارجع بقى الخواص اللي خدتها بكده في الدلتا، الانتجريشن بتاع دلتا اكس ل اف اوف اكس دي اكس ده يديك ايه؟ ده يديك اف اوف زيرو، طبعا انتجريشن ماينس انفينيتي الانفينيتي، اف اوف زيرو يعني اديك الفانكشن دي عند مين؟ عند الزيرو، فدي الفانكشن بتاعتي اهيت، يبقى حط التي بصفر هنا يديك الناتج الانتجريشن، لما تحط التي بصفر هنا يبقى اديك اكسبوننشال باور زيرو، اكسبوننشال باور زيرو يعني بواحد، يعني الجي اوف اف بتاعتي في الفريكوانس دومين ادي كده الجي اوف اف بتاعتي بواحد، يعني ادي بواحد اهو، شوف واحد اهو على جميع الفريكوانسز. يبقى انت عشان تبعت الامبلس دهيت انت محتاج مره ثانيه عدد لا نهائي من الترددات، الباند بتاعك هنا للمال نهايه، الاف رايحه للمال نهايه، وكل تردد لازم الجيم بتاعه يكون بكام؟ يكون بواحد زي ما انت شايف. دي الترددات الموجوده في الامبلس دهيت، يعني مجرد امبلس بسيطة زي ما انت شايف كده قدامك، انت ما تتوقعش ان فيها هذا العدد من الترددات وفيها الكلام ده كله. زي ما انت شايف الفوري ترانسفورم قال لك ان الامبلس دهيت فيها عدد لا نهائي من الترددات، وكل تردد الامبلتيود بتاعه بكام؟ بواحد. تعالى نشوف بعد كده انذر اكزامبل، انا بمشي معاك يعني بسرعه شويه، بس انا اللي يهمني الفيزيكال مينينج بتاع الكلام. يعني عندي هنا الجي اوف اف بتساوي دلتا اف ماينس اف نوت، يعني عندي دلوقتي الجي اوف اف كده، هنا في دلتا كده، دلتا فانكشن عند الايه؟ عند الاف نوت. ده تقابل يعني ايه الجي اوف تي بتاعتها؟ ايه التايم دومين بتاعك؟ فنكتبها ببساطه خالص، ان الجي اوف تي هي عباره عن الانتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي لجي اوف اف exponential j 2 باي اف تي دي اف. ده الاكسبريشن العام بتاعنا. كل اللي احنا نعمله ان احنا هنشيل الجي اوف اف دهيت وهنحط مكانها ايه بقى؟ هنحط مكانها
دلتا اف ماينس اف نوت. طيب برضك من قوانين الدلتا فانكشن اللي احنا خدناها قبل كده ان الانتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي لدلتا اكس ماينس اكس نوت في فانكشن اف اوف اكس دي اكس ده يديك قيمة هذه الفانكشن عند اكس نوت. دي ارجع كده لخواص الدلتا فانكشن. الدلتا فانكشن من الفانكشنز المهمة جدا اللي احنا لازم نكون عارفين خواصها يعني عشان نعرف نشتغل. طيب يبقى ده هيديك دي الفانكشن بتاعتك اهيت، يبقى هيديك قيمة الفانكشن عند الاف كام؟ عند الاف بي اف نوت، يبقى هيديك اكسبوننشال جي 2 باي اف نوت تي. يبقى هو ده الجي اوف تي، يعني معنى كده ان اكسبوننشال جي 2 باي اف نوت تي التحويله بتاعتها في الفريكوانس دومين تديك ايه؟ تديك دلتا اف ماينس اف نوت. واضح؟ طيب نفس الكلام لو انا جيت عكست الاشاره دهيت، لو انت عدت المساله دي تاني بحيث ان هي دلتا اف بلس هتلاقيها تديك هنا اكسبوننشال ماينس جي 2 باي اف نوت تي. خد بالك ان هنا من الاشارات هنا بلس هنا ماينس هنا ماينس هنا بلس. تمام؟ طيب اخر حاجه نيجي نقولها، لو انا قلت لك الجي اوف تي بتاعتك هي عباره عن كوساين 2 باي اف نوت تي، هات لي الفورير ترانسفورم بتاعها. خليك تقول لي دكتور بسيطه خالص، الكوساين دي عباره عن ايه؟ عن 2 اكسبوننشال، 2 كومبلكس اكسبوننشال، هي عباره عن هاف اكسبوننشال جي 2 باي اف نوت تي بلس اكسبوننشال ماينس جي 2 باي اف نوت تي. يبقى دي هتبقى الجي اوف اف هتساوي، انا لسه دلوقتي عارف ان الاكسبوننشال ده كده، ارجع للسلايد اللي فات الاكسبوننشال ده كان ايه؟ هنا هاف اهيت، في الاكسبوننشال ده كان الفورير ترانسفورم بتاعه كان دلتا اف ماينس اف نوت، وكان الفورير ترانسفورم بتاع الاكسبوننشال ده دلتا اف بلس اف نوت. يعني معنى كده ان انت لو انت عندك كوساين في التايم دومين اهيت، ادي كوساين طبعا دي فيها تردد واحد اللي هو الاف نوت، فبقول لك الجي اوف تي هو عباره عن 2 باي كوساين 2 باي اف نوت، يبقى فيها تردد واحد هتلاقي الجي اوف اف بتاعتك واخده الايه؟ ادي امبلس اهيت، وادي انذر امبلس ادي اف نوت وعند الماينس ايه؟ اف نوت. طبعا هنا الامبليتيود بتاعك هاف، وقلت لك الكلام ده يعني يا ريت نرجع نشوف الفيديو بتاع الديفينيشن الخاص بالانجلر فريكوانسي، قلت لك والنيجاتيف فريكوانسي ممكن احطهم لك في الـ في الـ في الديسكريبشن بتاع الفيديو دهوت. قلت لك ان هنا في اف واف نوت لان الفريكوانسي عندنا بتتركب من تو كومبلكس فريكوانسيز، ادي كده بيبقى عندي تو كومبلكس فريكوانسيز، واحد بيلف في هذا الاتجاه بيلف عكس عقارب الساعة، وفي فريكوانسي تاني اللي هو الماينس بيلف مع عقارب الساعة، والاتنين دول مع بعض هم ده اللي بيكون لك الايه؟ الكوساين. احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الفيديو واحنا بنتكلم على النيجاتيف فريكوانسي، هحطه لك في الديسكريبشن ارجع له لو سمحت. اتمنى نكون قلنا لكم حاجة مفيدة، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.